أعزائي الطلبة، مرحبا بكم. عندنا اليوم المحاضرة الثالثة Medical Devices Reliability and Durability. صوت واضح؟ السلام عليكم أعزائي الطلبة، راح نبدأ المحاضرة. المحاضرة طبعا هسه المرحلة الرابعة المسائي. حاضرين الفرعين؟ أرجو الإجابة. فرعين حاضرين؟ المسائي فقط المسائي. منو يأكد لي فرع الميكانيك؟ فرع الميكانيك الإحيائي المسائي. أكو عندنا أحد؟ أوكي، جيد جيد. فإذا نبدأ، الصوت واضح إن شاء الله، نبدأ محاضرتنا. هاي المحاضرة طبعا هي أيضا سلسلة من المحاضرات اللي هي تشوفنا شنو مبادئ ومفاهيم التصميم الحديث، التصميم الشامل اللي احنا نحتاجه حتى دائما نقدر يعني ننجز مشروع متكامل، ننتج جهاز قابل للتسويق. وهذا طبعا هو ما تحتاجه يعني بشكل عام الصناعة العراقية، انه دائما تريد جهاز يتسوق بالمتانة المطلوبة، بالجودة المطلوبة، بالسعر المطلوب، وبالتنافس المطلوب. المهم المحاضرة مالتنا اسمها Medical Devices Reliability and Durability. هنا عندنا عند تصميم الأجهزة الطبية عندنا نقطتين مهمات، الريلابيلتي الموثوقية، وأيضا الديورابيلتي هي المتانة المستمرة، المتانة الدائمية. يعني أنا بالنسبة لي عندي جهاز، عندي ثقة، لازم أنطيه بثقة تامة، أن يعمل بثقة تامة. يعني الجهاز مو يعني مثلا يشتغل اسبوع وبعدين يعطل مثل ما بعض الاجهزة يعني تجارية وكذا. فاذا هذه اصبحت راح نشوف شنو اهميتها الان في التنافس في الاسواق العالمية. وايضا durability، متانة. يعني انا هنا جهاز انا انطيه متانة، مو مثلا يعني اي شيء يمر به الجهاز يعطل، وانما الجهاز ضمن المواصفة وضمن الاتفاق وضمن الانستركشن انه هو يكون متين. فاذا النقطه الاولى هنا ديزاين فور ريلابيلتي، دي اف ار، ديزاين فور ريلابيلتي. فهذا شنو تعريفه؟ انه احنا ليش نصمم حتى نحقق الموثوقيه؟ ليش نصمم؟ يعني الموثوقيه شنو اهميتها؟ راح نشوف هنا تعريفه. اذا بروسيس هي عمليه ذات سبانز تستمر ذا انتاير برودكت ديفلوبمنت سايكل، فاذا هي تستمر في طوال مرحله تطوير أو دورة تطوير المنتج. From concept to release، من أول المفاهيم الأولى إحنا قلنا بنبدأ أول شيء بمفهوم إنه صار اتفاق أو صارت فكرة concept بأنه أكو عندي جهاز راح أصنعه، جهاز راح أسوقه للسوق. To release حتى التسويق، يعني من مرحلة الفكرة إلى مرحلة أطلقت الجهاز بالأسواق أو سلمته مثلا للجهة المستفيدة. مثلا إذا كان عندي عقد وياهم، مثلا قالوا لي صنع لي 1000 2000 جهاز، إنه من الفكرة اللي هي هم جابوها أو أنا جبتها أو مهندس عندي جابها أو السوق جابها إلى مرحلة الإطلاق، إنه جهاز كمان ودزيت الأسواق. It increases the probability of delivering a reliable product. طبعا هاي العملية يعني لما أصمم للموثوقية راح تعطيني إمكانية أكبر، احتمالية أكبر بتسويق جهاز موثوق. وذا برايت لايف سايكل كوست، طبعا أنا يعني موثوق بس مو بعدين يصير علي الجهاز 3 أضعاف السعر، لا، برايت لايف سايكل كوست يعني يظل ضمن دورة حياة الجهاز هو بالسعر المناسب حسب قيمته وحسب قيمة الأسواق. يعني احنا قلنا إذا
جهاز ما قدرنا نصممه يعني نكمل هاي دورته التصميمية، وصلنا إلى مبالغ خيالية. يعني نظل إحنا على مود المتانة، نكسر بالمعدن، نكسر بالمواد، نكسر وهكذا، ونظل إحنا ننزيل ونجيب شغلات إضافية، وإذا بالجهاز أصبح غالي وما عاد انتهى عمر الجهاز. To the market أنت تعمل مينر. فإذا هنا شنو العملية تتكون من عدة نقاط. أول شيء هو يزيد لي هاي العملية تصميم من أجل الموثوقية. ريلابل بروجكت، أول شيء تعطيني جهاز موثوق بالسعر الموثوق طوال حياة عمر المنتج وبالزمن بالوقت المطلوب. يعني أنا دائما لازم أصمم الجهاز في كل مراحله، واللي إحنا مثلا أخذنا المرحلة الأولى بالمحاضرة السابقة اللي هي قلنا نصمم مع إدارة المخاطر. هنا المرحلة الثانية إنه نصمم جهاز ذو موثوقية ومتانة عالية. زين، هاي العملية كل هاي النقاط التصميمية اللي هي شغل هواية مثل ما راح نشوف، يعني مو شغل قليل. ليش؟ قلنا في الدول الأخرى مثلا مطلوب المهندس الطب الحياتي أكثر من العراق. ليش؟ إنه مطلوب من عنده مهام كثيرة جدا. فهنا إذا قلنا إنه نظل نحافظ على السعر المعقول، وأنه الجهاز يطلق في الزمن المطلوب. يعني ما أنا حتى أصمم جهاز أنا أريد أطلقه مثلا هالسنة، وإذا حتى أسوي كل ما أريده ومتانة وموثوقية وإدارة مخاطر، وإذا أنا 10 سنوات أطول بالجهاز، هاي غلط. لازم وقت أنا قلت إنه أتحدد بالمواعيد وأتحدد بالكلف النهائية للجهاز. النقطة الفرعية من هاي النقطة إنه need for design for reliability program. ليش احنا نحتاج برنامج للتصميم من اجل الموثوقيه؟ ليش؟ يعني احنا نقدر نتجاوز هذا البرنامج لو الا مطلوب انه احنا مجبورين على انه عندنا برنامج نصمم للموثوقيه. طبعا احنا تعريف الموثوقيه يعني ثقه، احنا ثقتنا بالجهاز. شو واحد عنده ثقه باي شيء؟ يعني انا لما اقول انه انا راح اخذ فلان سياره، ليش؟ لأن يعني عندي ثقة بها إنه هاي السيارة توديني للدوام وترجعني وتصعدني وتسوي لي رحلاتي، وهي متانتها العالية. مو أجي ناخذ السيارة يومية أنا بنص الطريق وجيب كرين وخابرة بكرين وساحبة للتصليح. هاي هي الموثوقية، وهي نفس الشيء المتانة، إنه هاي السيارة متينة. مثلا صارت شغلات مفاجئة، صارت شغلات، هي تظل تحافظ على المتانة مالتها. فإذا ليش أنا عندي المفروض أكو برنامج؟ كل شركة، كل مصمم لازم عنده برنامج حتى يصمم من أجل الموثوقية، حتى تكون جهازه موثوق الأسواق، سمعته عالية بالأسواق، ثقة كاملة بالجهاز. The challenges، إنه التحديات faces by medical devices manufacturers in bringing safe, reliable products to market in a timely manner. طبعا هناك تحديات تواجه المصنعين في كل العالم. طبعا هو هذا التنافس، انه المصنعين الاجهزه الطبيه في كل العالم، انه شنو اهم تحديات يواجهوها؟ انه يصنعون جهاز امن، ايضا موثوق، ويطلقوه بالزمن المطلوب. ان تايملي مانر تو ماكسمايز. ليش انا اسويها؟ يعني انا جا اواجه هاي التحديات واتغلب عليها حتى ماكسمايز بروفيت، حتى اوصل ارباحي الى اقصى ما يمكن. انا انكريز ماركت شير واحصل لي حصه كبيره من الاسواق. ان انكريزنج رابيدلي، يعني هي يقول الاسواق بدها تنمو بسرعه، حتى اخذ لي حصه من الاسواق، اخذ لي مكان بين يعني جهازي الى مكانه بين الاسواق، انه يبدي ينطلب. مثلا كل دوله وعندها سوق، مثلا هذه لما يصير عندي جهاز بيريلابل راح الأسواق طبعا بالسعر المطلوب، راح الأسواق شنو تبدي تسحب الجهاز، تقول أنا كل الأسواق تبدي تحتاجه، وبالتالي راح يزيد الأرباح مالتي. هاي النقطة الأولى، إنه أنا أواجه التحدي حتى أبقى بالسوق. أواجه التحدي إنه أصمم للريلابيلتي، وإذا ما صمم للريلابيلتي جهازي تخرب سمعته وينهار، وبالتالي تنهار الشركة وتعلن إفلاسها. هنا أنا with the global resolution and increasing safety records. فإذا مع الأزمات العالمية، الركود العالمي، أنا تعرف أن الركود العالمي
دائما يعني دا يزيد. وبنفس الوقت السيفتي سيلز ريكولز يعني الطلب العالمي على الأمان. A good design for reliability program is becoming imperative. فإذا هنا أصبح أنه مع الركود العالمي يعني بالقوة ده أسوق جهاز. لأن يعني ركود تعرفون شو معناه ركود. ركود معناها أنه أنت تنتج وماكو مشتري. مثل ما يمر بالاقتصاد ركود أنه العالم كله مفتحة ما حد يشتري. أهل الملابس مفتحين يقول لك ما عندنا بيع. أهل المطاعم يقول لك قلة والله قل إيش يعني دا يأخذون. أهل مثلا المواد المنزلية يقول لك يا بشوانا شغلك يقول لك والله مو هالقد. هذا معناه ركود يعني بضاعة موجودة شراء ماكو. فيقول لك هي الأسواق دائما الأسواق العالمية بها ركود وفعلا هي بها ركود يعني كل سنتين ثلاثة أكو ركود شامل بالأسواق العالمية ويأثر على يعني الأسعار والنفط والاقتصاديات العالمية. فيقول إذا أني من أنا ومن أنا المطلوب من عندي أنه حتى أستمر بأمان. فإذا ما عندي غير أنه أصمم لجهاز موثوق لأن هذا أصبح شيء حتمي حتمي. يعني أنا فوما أو خوما بنفس الظروف جهاز أعرج يعني أو تعبان أو جهاز ما عنده ثقة أو جهاز ينهار بسرعة أو مكوناته مو موثوقة. فإذا يقول لك لازم أنت بيش ظروف صعبة النوب يعني بالبداية قلنا نحقق أرباح وعندنا أسواق وكذا ونزيد أرباح. هنا يقول لك هو أصلا أسواق تعبانة. فإذا أنت لازم شو تسوي؟ لازم أنه يكون عندك برنامج بشكل حتمي يكون جهازك يعني عندك برنامج لأنه تصمم للموثوقية. فإذا هاي العملية هاي أيضا يعني أنت مو بكيفك أنت مغصوب عليها يعني شيء حتمي. ليش؟ أنه الأسواق راقدة أنت بالقوة تبيع جهاز فجهازك لازم يبقى ينباع بهيش ظروف صعبة بهيش أزمات عالمية. ليش؟ أنه موثوق منه. نقطة أخرى أيضا طبعا الدول ما ممكن تستغنى على الأجهزة الطبية ولا الأفراد ولا الشركات هذا جزء من حياتها. لكنه شنو وين تروح بالظروف الصعبة؟ تروح على الأجهزة الزينة الأجهزة الموثوقة. يقول لك أنا أخذ لي مثلا 50 جهاز أنا كل سنة بالظروف الزينة أخذ لي 200 هسه أخذ لي 50 جهاز أمشي بها شغلي. فهم يقول لك هو ما أخذ لي 50 جهاز أروح على جهاز تعبان. أنا بالقوة أدبر المبالغ والميزانيات لشراء هذه الأجهزة. فلذلك يقول هذه النقطة الثانية يقول إنه أكو ريسيزين جلوبال أكو أزمات عالمية ركود عالمي بالاقتصاد. النقطة الثالثة هو over theoretical knowledge of the FR يعني design for reliability is not enough. يعني يقول مو أنت عندك معرفة نظرية بالموضوع يعني أنه أنت يكون عندك خبرات نظرية ويقول هي هاي أنه كافية. لا الباراديغرام يعني هنا عندنا بالنسبة أن يعني الأساس based on practical يعني شغلك يجب أن يكون مبني على أساس التنفيذ العملي lessons learning من خلال أنه هو تعلم يعني دروس التعلم experience is necessary. فإذا الخبرة هي مطلوبة to ensure a successful design for reliability program in the medical device industry. فإذا experience التجربة العملية شلون هسه احنا مثلا احنا لما نيجي نشتغل المشروع مالتنا مشروع مثلا الرابع او الخامس لما نسوي الاساس النظري سوينا الاساس سوينا التصميم سوينا اشارات لكن شو نتحقق انه هذا الجهاز راح يشتغل؟ لازم نروح نسوي عملي يسموه اكسبيرمنتال ورك الجزء العملي. فهنا ايضا يقول لك انت مو كافي انه يكون عندك معلومات نظريه لا لازم يكون عندك ايضا برنامج عملي حتى ان ميديكال ديفايس اندستري للتصميم الأجهزة الموثوقية. النقطة الثانية successful paradigms with high reliability return on investment. فإذا هنا 5 successful paradigms. فإذا أكو عندي 5 نماذج للنجاح with high return on investment تنطيني عائد كبير للاستثمار. عائد كبير للاستثمار يعني اكو 5 نقاط 5 نماذج اكو 5 نماذج ترجع لي عائد للاستثمار. انا سويت استثمارات وشنو عملية تصنيع الأجهزة الطبية؟ هي استثمار
يعني أول بالبداية هو مستثمر، يعني أنا يعني كشركة مستثمرة دا أضب أموال دا أضخ أموال أريد أرباح. فهنا يقول عندي نماذج، النموذج الأول فرادق صوان spend significant effort or required analysis، هنا أنا يقول صرف جهود كبيرة على تحليل المتطلبات. يعني نموذج الأول يقول شلون تحصل على عائدات كبيرة، يعني معناها نجاحك. فالنموذج الأول يقول لك اصرف جهود كبيرة على تحليل المطالب. احنا مو قلنا المطالب بالبداية يصير اتفاق عليها، يعني انا الجهاز اول ما اجي اصممه اقول اني الانبوت ريكوايرمنت ديزاين ريكوايرمنت اللي هي شنو المتطلبات اللي انا اريدها. يعني مثلا قلنا المتطلبات انه هذا الجهاز اريده مثلا هل قد الفولتي، هل قد التيار، هل قد الاشعه، هل قد الذبذبات، هاي ريكوايرمنت. فانا ابدا الجهود عليه على تحليل المطالب. A start of project في بداية المشروع ensure you have well defined requirements in the following area. يعني تأكد اضمن بأن أنت عندك تعريف واضح للمتطلبات في المجالات التالية. فإذا هنا نشوف هذا النموذج الأول يقول لك تريد تشتغل بالنموذج الأول راح يعطيك 5 نماذج حتى يقول لك شلون توصل إلى أنت هذا المطلوب حتى تحقق عائدية على الانفستمنت أرباح. يعني تحقق موثوقية، يعني جهازك راح ينباع بالأسواق، يمشي أمور بظروف صعبة، في الظروف الصعبة دا نعيشها. فإذا هنا يقول إنه قلنا إنه spend significant effort or requirements analysis. فيقول هنا النقطة الأولى وتوضيحها يقول لك في بداية البروجكت تأكد بأنه أنت تعرفت على المطالب في ضمن النواحي التالية the following areas. أول شيء الـ customer requirements، أنت افتهمت الزبون زيري من عندنا؟ يعني الزبون أنه أنا افتهمت بدقة هو أشراد لو بالأخير يصير خلاف الزبون رايد شكل وأنا أصمم غير شكل. ليش يقول لك اتعب بالبداية افتهم شنو المطالب، هاي النموذج الأول. فيقول هنا انت اول شيء هو الزبون اللي هو شنو الزبون. احنا قلنا انواع، لو يعني شركه مثلا طالبه من عندنا، لو اتفاق ويا تاجر، لو مؤسسه، لو عقد ويا دوله، لو عقد ويا وزاره، لو اني اصلا داريد انزل، انا شركه داريد انزل جهاز، انا اعتبر نفسي اني الكاستمر، اني الزبون. ليش؟ انه انا راح اصنع واني راح ابيع. فاذا اول شغله الفانكشن المتطلبات، يعني عاده ما يصير خلاف. هسه احنا مثلا يعني يصير هواي مرات اتفاقية ويا مثلا الناس يريدون يصنعون أجهزة، بالآخر يصير خلاف يقول أنا قلت لك هيجي، أنا مو طلبت هيجي، ليش أنت سويت هاي الشغلة؟ يعني صار خلاف إنه ليش ما فاهمين الزبون شو يريد. فهنا functional performance يجب أنه الأداء الوظيفي، لازم نعرف الأداء الوظيفي للجهاز. يعني إحنا لازم نفتهم بالضبط الجهاز إيش راح يسوي، شنو وظائفه. هاي الفكرة. يعني هاي اذا ما تعرف هاي الشغله، مثل ما مثلا معامل هسه احنا عندنا، ليش الصناعه العراقيه متوقفه؟ ليش؟ لان اغلب المصنعين هم اميين، اميين يعني ما يفتهم هو ايش دي يقول اللي دي يشتري من عند مثلا الجهاز او الماكينه. يعني بالاخير مثلا هو يقول له مثلا اريدك تسوي لي مثلا معمل حتى يسوي لي مثلا شعريه ومعكرونيه مثلا. زين هذا افتهم هو المعكرونيه شلون هي شنو كمنتج، او الشعريه مثلا هذه اللي سوي المعكرونه يعني افتهم هي شنو كمنتج، شنو الضغط اللي راح يصير عليها، شلون راح تنساب، شلون راح عمليه، شلون تنعقف، شلون راح مثلا تنقص، شلون راح تجفف، شنو الامور الطبيه اللي موجوده بالمنتج، شلون يعني افتهم هو هذا الاداء، يعني حلله افتهام حتى يعرف بالضبط هو ايش يصنع. لا هو مثلا بس افتهم انه اكو مرور لعجينه، عجينة تنخرط وتمر وتخرج من خلال القالب، وبالأخير القالب ما يشتغل لأنه ما افتهم الديناميكية والهيدروستاتيكية مال العملية كلها، لأنهم موميين. فلذلك نشوف الناس بسرعة بالصعوبة لما توفر رأس المال، المستثمرين توفر رأس المال تروح تودي مثلا معامل إنتاج المكان والخطوط الإنتاجية، هذول يخربون الخط الإنتاجي، هذا صرف كل فلوسه بعد ما عنده طاقة، يجي الجهاز ما يصنع، يظل مشاكل بيناتهم، بالأخير تنتهي بخراب.
في حين احنا هاي قلناها شوف احنا هسه ليش انا يعني لما نعطيكم محاضرة هي مو ترف هاي العملية، وانما هي مو عملية بس تصنيع، يعني انت سويت الجهاز لكن الجهاز ما دا يشتغل ما بيه متانة. فاذا هذا اول شيء لازم، احنا قلنا هذا النموذج الاول spent significant effort on requirement analysis، اصرف اكثر يعني اهتمام واكثر جهود حتى تفهم ماذا ما هي المتطلبات. اول متطلبات هي متطلبات الزبون، وقلنا هاي يعني معناها افتهم شنو وظائف الجهاز، وظائف الاداء للجهاز. ثاني نقطه reliability، الموثوقيه، يعني انا لازم افهم شنو المتطلبات الموجوده حتى الجهاز مالتي يصير موثوق. يعني مرات هسه هنا اكثر شيء صارت المشكله وين؟ بالجائحه مال كورونا، فطلبوا هواي اجهزه، يعني العالم يحتاج اجهزه هواي، اجهزه تنفس، اجهزه يعني رعايه منزليه للمرضى مثلا، يعني اجهزه مال قياس الذبذبات، قياس يعني حجم التنفس، شغلات هواي. فزين هاي الاجهزه يعني لازم يكون بها ريلابيلتي، يعني عن الجهاز والعالم واقفه وازمه عالميه، فاذا الجهاز ما يروح انه الجهاز جاهز، يعني شو فائده تسويت جهاز لكن ما بيه ريلابيلتي، خليته للمريض، المريض انزعج تعب ما يقدر يتواصل وياه، هو مريض واصل لمرحله انت تريد مثلا تنطي عمر بين ما يكمل العلاج مالته، يعني هو واصل مثلا مرحله انه يعني بدت الرئتين مالته تتلف، اذا صار كومبليكيشن يعني تعقيدات صار بجهاز التنفس بالرئتين، فانت لازم تعطي هذا الجهاز يساعده والدواء ياخذ مفعوله. اذا الجهاز ما ساعده زين هذا بعد بدا يزيد اللي يسبح للمرض يموت، لا سمح الله المريض يموت والجهاز ما فات، ما بي ثقه، ما بي ريلابيلتي. فاذا نعم، فهنا يقول النقطه الاولى انجزناها، النقطه الثانيه الموثوقيه بالجهاز. يعني حتى انت هسه مثلا او اي شخص اذا انطوفت شغله هو ما واثق منها، ليش يقول لك العلاج؟ اذا ما عندك ثقه بالطبيب ما راح تطيب، اذا ما عندك ثقه بالدواء ما راح تداوى. حتى بعدين الدواء اللي هو يعني زي نقول التراجيديا او عفوا يعني الشعبي، يعني انت مثلا قالوا لك يعني فلان عشبه هي تفيدك، اذا انت ما عندك ثقه بها يمكن انت حتى مثلا مرات الثقه بالكلام يعني الكلمه الطيبه مثلا، اذا انت ما عندك ثقه بها ما راح تنجح. يمكن اللي ترفع اكو هواي امور ترفع المعنويه، اذا شخص انت عندك ثقه به وحكى لك حكايه مثلا تشجيعيه يمكن ترفع معنوياتك. فهي هاي الثقه، عمليه الثقه بالشخص، الثقه بالمنتج، الثقه بالدواء، الثقه بالجهاز. يعني انت طياره اذا ما عندك ثقه بها ما تصعد بها، حتى لو قالوا لك مهما يقول ما اطير، انا طياره ما عندي ثقه مثلا وهكذا. فاذا الاف دي اي قلنا احنا هاي الفود اند دراج ادمنستريشن، اداره الدواء والغذاء الامريكيه، ستاندرز المواصفات مالتها او المعايير مالتها، ان كومبلينس ريكويرمنتس، فاذا مواصفات الاف دي اي والالتزام بمتطلبات، لازم نلتزم. يعني اول شيء قلنا لازم نلتزم بمتطلبات الزبون، اثنين نلتزم بمطالب من مطالب المنظمات المعايير المعياريه اللي هي المنظمات القياسيه الايزو اليوروبيان مثلا ميديكال ديفايسز، منظمات انا حسب المنظمه اللي تعيشها اخذناها احنا حكينا عليها بالمحاضره السابقه. ايضا الديورابيلتي، المتانه هسه احنا شلون عندنا فحص المتانه؟ احنا عندنا هسه فحص المتانه ديورابيلتي، فاذا بيش حاله يعني اكو عندي متانه، فهنا شنو الفكره مالته؟ يقول مانيفاكتشرنج لاين يلد مانيفاكتشرنج، فاذا هنا عندنا خط التصنيع المطاوع، خط التصنيع يعني انا مثلا اذا المتانه او المتانه مثلا وما عندي خط تصنيع يقدر يؤديها، فلازم عندي خط تصنيع يطاوع العمليه حتى يحقق لي المتانه. يعني انا ما اقدر انفذ المتطلبات، يعني شنو فائده مثلا شفت المتانه، شفت نفرض انه هنا رادي مثلا مثلا هاي كروم ستيل حتى يحقق لي هاي الماده، هاي كروم ستيل، او مثلا اكو عندي كوتينج بالكروم العالي مثلا الصلاده، اجي انا ما عندي بالخط الانتاجي هيك خط، ما عندي ادوات قطع تقطع لي هذا، اذا شو راح احقق اني المتانه مال الجهاز؟ فاذا لازم عندي خط انتاجي يطاوعني، يعني انا دائما ابغى على خط انتاجي. بس ليش مثلا اكو بعض البضائع من تجي من برا
يعني كل انواع الاجهزه من تجي مثلا من دول ما عندها هي هاي المواصفات اللي نطلبها احنا المتانه تشوف مثلا ليش هو ما يحقق متانه؟ مثلا تجي سياره مثلا من دوله تعبانه تشوف السياره يوميه تعطل، يوميا ينقطم مثلا الدرايف شافت البول بيرنج هذه، ليش؟ لانه هي ما عندها امكانيه، خطوطها الانتاجيه ما تقدر تستنى اعلى مستوى من هذا الشيء. فاذا هي ما تقدر مثلا، لذلك ما عندها متانه. ما عندها متانه، ليش؟ لانه مثلا لما تروح تسوي المتانه مثلا روح سوي عمليات تصليد، من سوى تصليد الشيفت؟ التصليد يراد له وراها شنو؟ يراد له مثلا قطع جرايندنج شغلات، يقول لك انا اذا اصرف يخسر الجهاز. ثم ما عندي هاي الاجهزه، يعني انا عندي اجهزه مثلا المعمل كلفني مليون دولار صنعت هذا الجهاز، اذا تريد متانه وريلابيلتي لازم اجيب معمل ابو 20 30 مليون دولار، انا منين ما عندي راس مال. فلذلك انه نشوف هاي العمليه لازم انه عندي خطوط انتاجيه مطاوعه. ايضا لازم اصمم للانفايرمنت البيئه، سيرفابيلتي مينتينابيلتي، ايضا الخدمات قابلية تقديم الخدمة، قابلية تقديم الصيانة، يعني الجهاز قابل لإعادة نفسه، إعادة الخدمة قابل للصيانة، يعني الجهاز يعني كلها إنه أنا أوفرها، جهاز قابل للصيانة، يعني مو أنت جهاز وأنا قايل هذا إرادة تبديل وما يتبدل المكان، يعني أجي عدين لازم أفتح لي 100 برغي الله أخلي لي قطرتين دهن، ما يصير. فإذا هو سيرفابيلتي يعني قابل انه نسوي له خدمات للجهاز، ومينتينابيلتي ايضا صيانه، يعني اذا مثلا انكسر في جزء من الجهاز جلوب بتاع عمره لايت سورس اي شيء لازم اجي ابدل. ايضا اليوزر انترفيس، هنا ستعرفون انه اغلب الاجهزه بالعالم اصبحت يعني هي تشتغل يعني الكترونيه وتشتغل ايضا بواسطه البرامج. فاذا لازم اني الانترفيس لازم اني متين، اعتمد انترفيس مثلا قلنا بالاجهزه المفروض هذا الجهاز اللي هو جهاز تنفس، عندي انترفيس بين المريض وبين منو؟ بين المعالج وبين الجهاز. فاذا اكو انبوت واوتبوت انترفيس، اني المريض طبعا اكو قدامه شاشه يقراها منو؟ المعالج. المعالج من راح يباوع؟ راح يباوع من خلال الشاشه يشوف المريض ظروف تنفسه، النبضات، درجه الحراره، مثلا انه ساعات التنفس، الامور هاي كلها راح نشوفها من خلال شنو؟ من خلال انترفيس اللي هو الشاشه، شاشه الجهاز، او مو شرط الشاشه، وانه مثلا اكو بعض الانترفيس الرقمي مثلا اشارات رقميه، اشارات يعني حتى لو كانت عباره عن موجات يفتهمها المعالج او يفتهمها المريض او يفتهمها المستخدم. الانستاليشن ايضا عمليه التنصيب، نصب الجهاز، الشيبينج، الهاندلينج، يعني ايضا من مكونات انه هذا الجهاز شلون انا راح ادزه مثلا عبر البحار او ادزه على تريلات واوصله للاسواق، يعني الشيبينج عمليه يعني ادزه مثلا بالسفن او ادزه مثلا بشركات النقل، فشلون هذا راح ينقل؟ يعني من تعرفون هاي الحاويات، من حاويه لحاويه شلون يدخل الحاويه؟ شلون يطلع من الحاوية خمول؟ طب ابوه يطلع الجهاز كسر، ما بي متانة، ما بي ريلابيلتي. ايضا الهاندلنج، شلون هذا الجهاز ينشال؟ يعني شلون هذا كله لازم اني اصمم له، يعني ابذل جهودي من البداية بنعرف انه الجهاز شي يؤدي الى انا بالاخير اوصل الى مرحلة انه الجهاز شلون راح اوديه للميناء، شلون راح ينتقل من ميناء الميناء الى ان يوصل للمستشفى المطلوب، وشلون راح ينشال من ميناء الميناء، شلون راح ينشال بالشركه، وشلون راح ينشال اثناء التصنيع، وشلون راح ينشال لما اسوي له باكينج، وشلون لما يصعد مثلا تريلر، ولما يروح يطب الحاويات، ولما يطلع من الحاويات، هاي كلها هاندلنج، عمليات رفع، يعني لازم كلها. اقول يا ابا انتم مثلا عندكم لازم رافعات شوكيه، اذا كان الجهاز وزنه ثقيل وين تتخلى الرافعه، الشوكات مالتها ايش قد، الرافعه ايش قد، يعني يا نوعيه، وهكذا اذا كان اكو بعض الخصوصيه بالموضوع. فهاي العملية احنا كلها ان شاء الله نشوفها، يعني نصمم لها، وهذا قلنا هو التصميم المطلوب، هذا هو التصميم المطلوب. لذلك احنا قلنا انه بعض المصممين يعني بعض اللي ما يدركون هاي العناصر، عبالهم انه جهاز طبي بس مجرد انه مثل ما موجودين الان هسه الان يصنعون اجهزة مثلا ببعض الاسواق.
يعني يكسر الى مطالب يسوي له جهاز ويحاول انه يدزه وين للمستشفى، هذا كلش خطأ. يعني ذولاك بعضهم يقول تصنيع الاجهزه وكذا، يعني ممكن تصنيع الاجهزه لاغراض بحثيه، مثل ما مثلا هسه يعني مسوين حمله تعال نسوي اجهزه وندز للمستشفيات. هم لو دارسين هاي العمليه كان ما قالوا هذا الحكي، ما قالوا هذا الحكي. يعني هو ما ممكن انه بعدين، يعني اذا مو اكو مؤسسه تصنيعيه كل هاي العمليات تغطيها، ما ممكن انه ترسل وتحصل ابروفال وتحصل موافقات من المصادقات من منظمات الاستندارات التصنيعيه، منظمات التشغيليه مثل هاي الاف دي اي ستاندرد وهكذا. النقطة الأخرى أيضا نيوز من جو موديل، فإذا نقاط الاستعمال وسوء الاستخدام، نموذج الاستخدام وسوء الاستخدام، نموذج الاستخدام وسوء الاستخدام يوز من جو موديل. هنا أنا يقول انه طبعا راح يعطينا بعض الفلسفه، يقول افتر ريكويرمنتس اناليسيس تحللت هسه المتطلبات، مثل ما شفنا انه شفنا المتطلبات في خمس مجالات حللناها، بيلت الان ابني، يوز مش يوز موديل، يعني سوي هسه موديل انه انت تسال اسئله تقول هذا يستخدم لو نموذج استخدام او سوء استخدام، تو درايف ديزاين اند تيستينج، حتى انت تجي ترتب تبني موديل التصميم والفحص. The use misuse model captured ايضا هنا عندنا، يعني يحقق الاهداف التالية، هذا الموديل هو وين وير هاو، هاي اربع اسئلة في كل نقطة لازم تقول هو من، منو اللي راح ينفذ هاي النقطة وين. يعني إذا ما عندك هو، إذا ما عندك مثلا يقول أنا عندي customer requirements متطلبات، لازم أكو عندك هو، إذا لازم عندك كادر، إذا ما عندك كادر راح يسوي لك هذه العملية. يعني تحللت قلت والله أنا أريد جهاز هيك متطلبات بالـ FDA لازم إله، هيك خطوة تصنيعية، هيك شغلات، يعني كلها حللتها، أنت سويت analysis مثل ما مطلوب بالنقطة الأولى بالموديل. لكن الآن لازم انت هسه تجي تفكر تقول زين هاي النقطة من راح يسوي لها هو، اقول مثلا هذه انا عندي فلان مهندس هو يقدر يدبرها، واحد لا تكافي النقطة اللي بصفها. يعني انت صار عندك بالريكوايرمنت نفرض فد 100 نقطة او 50 نقطة، لازم كل واحدة اكو قبالها هو، يعني منو راح ينفذها حتى اعرف ان النقاط اللي ما اقدر انفذها انا، يعني انا فوق طاقة الشركة اكو شغلات ما اقدر ادبرها، اضطر وين اسويها؟ اروح ادبر شنو؟ ناس العين، عين ناس عندهم هاي المؤهلات. اذا ما قدرت لازم الجزء هذا اللي هو مختص بانه انا ما اقدر اسوي اروح اسوي برا، شركات خاصه تصنع الاجزاء الصغيره، مو بس بالتصنيع، هي بالتصميم، بالتصنيع، بالتسويق، بالباكينج. يعني مثلا بالباكينج انا ما اعرف اسوي الباكينج، ما ادبره، يعني شغلته صعب ادزه الى مكان هم يصمموا لي الباكينج، يصممون مثل ما يعني مرة رحنا تونس، تونس يعني دولة بسيطة، يعني هم حتى بالطيارة يقولوا تعمامنا، بالطائرة شخص هو تاجر تونسي جاي تركيا، فقاعد يمي بالطائرة يقول انتوا عمامنا العراقيين، انتوا يعني معناه انتوا اهل الفلوس، انتوا اهل الفكر، انتوا اهل الكذا، لكن بواعد شغلهم اضبط من شغلنا. يعني بالنسبة للباكينج اللي هي تغليف، مسوين مؤسسة تخدم الشعب، تخدم الصناعيين، تخدم الطلبه، تخدم يعني تعطي كل الحلول بشكل شبه مجاني، شبه مجاني. يعني انت مثلا تقول انا عندي باكينج، اريد مثلا عندي هذا برميل نفط اريد ابيع برامج، اكتب على البرميل، هي تكتب لك، هي ترتب لك تصميم البرميل باكمله من فوق. ايضا عندك مثلا جهاز طبي، شكتب انا علي، انا ظل حاير، فاذا انا هذا الباكينج اقول راح اوديه لفلان المؤسسه مال التغليف، هي ترتب لي الباكينج، تسوي لي البرامج مال الباكينج، واني مثلا اعطيها مبلغ مثلا معين واخلص من هاي العمليه. لان هو ما عندي، يعني هو ما اجيب ابو تغليف وخبراء بالتغليف وخبراء بالهاندلنج، حتى اكو
مؤسسات بالهاندلنج، يعني يقول لك منين هذا الجهاز ينشال، اطلع الجرافيتي ويطلع المكانات ومكانات متينه اللي تحملها. وين النقطه الثانيه؟ وين انا حتى ما اتعمق يعني بكل نقطه، بس هي احنا مضطرين انه نشرح، يعني نشرح شويه من الخبره وشويه من المطلوب، يعني مو بس كلمته، يعني حتى نعرف وين. طبعا هي كلمات ايضا يعني شامله، وين يعني متى عندي انا شيدولينج، عندي جدول، شو وقت اني هاي احتاج، فلازم عندي شيدولينج. هالشيدول هذا انه عندي برنامج كامل يسموه الشيدولينج، اللي هو برنامج حركه الجهاز، يعني يقول انه بهاللحظه هذه انا بهنا راح احتاج هاي النقطه، يعني مثلا انا الجهاز سنتين يلا يكمل، شهر كانون الثاني مثلا 2021 يوم 13 او 15 هاي النقطه احتاجها وين. فاذا بهذه لازم اني فلان يسويها بيوم 13 اسلم الشغله، ويوم مثلا 18 رجع لي اياها، يعني عندي هاي وين 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 راح اسويها هذه، يعني هاي الشغله وين راح اسويها، اسويها بالمكتب، اسويها مثلا، يعني لازم اعرف وين. مثلا باوعت انه لقيت انه لا والله ما عندي مكان اللي اسويه، لازم اجي اسوي لي مكان، اذا ما هذا اروح ابني، اقول يحتاج لبنايه حتى هاي النقاط الوير انا اكملها، ما لقيت اروح اجيب لي مقاول خارجي يدبر لي مكان. لذلك انه الشركات دائما عندها مقاولين لكل نقطه، اللي يعني حتى يحلون مشاكل الصعبه بالهو والوين والوير، دائما اكو مقاولين هم مثلا معروفين لدى الشركه يحلون هيك مشاكل، يسموها سب كونتراكترز، مقاولين ثانويين، مقاولين مساعدين. هذول مثلا يقول له مثلا انا عندي محتاج والله انا مثلا فد شخصين هيك مواصفاتهم وبنايه رايد لي، او فد طابق، او فد مثلا مكان حيز، وذول يشتغلون لي هيك مهام لمده سنتين. فانا حتى لا حير انا شو اروح اجر واروح انا اصبغ واجيب اثاث، لا، مقاول ثانوي هو يرتب لي هاي العمليه، انا اتفق ويا عقد يرتب لي هاي الشغل كله. فإذا وير لازم أعرف كل نقطة بهذا البرنامج مالتي من البداية إلى النهاية، إنه عرفت هذا من راح يسوي هاي النقطة، حتى أعرف الكادر مالتي، إذا مو كادر مؤسسات بديلة، مو مؤسسات بديلة أعين، تعيين أكو دائم، أكو بارشل، أكو يعني تعيين جزئي، تعيين فول تايم، بارشل تايم، زين، كل هاي لازم أخذها معي. وأيضا الوير لازم أعرف وين هاي الشغلة تتم. يعني انا خمو يقول لك هي عمليه، دي يقول مو نظريات، يعني انت مو نظري يقول والله المتانة اي ان شاء الله هذه عندنا هاي المنطقه قويه، هذا الشغل اجزاء زينه ما عاد زينه، لا، يقول لك حللها واحده واحده، هو وين وير وهاو وشلون راح اتم، ايضا شلون راح اتم هاي العمليه، يعني ما هي خطوات الانجاز لهاي النقطه. فاذا كلها انا لازم احللها واشوف الوضع مالتي حتى بالاخير اطلع بجهاز طبي. يعني هاي النقاط حتى نخلص هاي النقطة، the product may be used, misused, over its intended life, potentially resulting in failures. فإذا بهالطريقة احنا راح نشوف انه الجهاز راح يصير be used, misused، يعني اكو صحة بالخطوات وعندي هنا تلكؤ، over the intended life، على العمر المحدد، والpotentially resulting in failure، أيضا احتمالية النتائج أنه يصير إخفاق عندي بالجهاز. فلهنا نتوقف، هي كبداية للمحاضرة حتى نكمل إن شاء الله بالمحاضرة الرئيسية.